هيك انحلت القصة. بالله عليك كيف حليتها؟ يعني زي ما انت شايف كل واحد رح يرشح نفسه للرئاسة. بوجهك على المطار معلم، فيش حد راح ينتخبك. شوف كل واحد رح يرشح حاله ورح ينتخب حاله، ما ضل غير انت وسلاف، وسلاف الشامي اللعبة رح تنتخب حالها كمان، والواقع عندك. قصدك انه انا انتخبك؟ شوف يا كبير، تعطيني 39 ليرة عدا ونقدا بنتخبك. ليش 39 ليرة؟ مش عارف، حاسهم حق جاكيت جلد مرتب من بلد العبدلي. دكتور شاكر، بمناسبة نجاح الثورة حابين تشارك معنا وتكون إلك أول كلمة أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة هذا اليوم العزيز، بمناسبة هذا العرس الديمقراطي لمصحتنا العزيزة، ارحل والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور الرفيق المناضل العلامة الدكتور هلال غصيب. فليتفضل مشكورا. شكرا للزميل جيفارا، وكما قال زميلنا شاكر، بسم الله الرحمن الرحيم. عيدها. لقد مضى على ثورتنا الخالدة 43 دقيقة، وفي هذه الذكرى الخالدة في قلوبنا نتطلع إلى مستقبل أخضر وزاهي وملون بألوان قوس قزح. يا بنتي أنا برنامجي واضح، هو الدعم المادي للبحث العلمي وإنشاء الملاجئ. يعني شو راح تعطيني؟ ديمقراطية. شوكولاتة؟ راح أعطيك تنتين، ديمقراطية على شوكولاتة وديمقراطية على فانيلا. طيب بدي شغل لبابا كمان، الله يرحمه. عليه الرحمة، إيش كان تخصصه؟ كان يشتغل بالإسعاف. كان يشتغل ممرض؟ لا، كان مريض. لك يا سلاف، عدالة، مساواة، اشتراكية، شو بدك أحسن من هيك؟ أنا كل اللي بدي إياه بطريق صغير أربيه، وبدي بلوزة عليها أنجري بيرد. حاضر، هدبر لك إياه. طب في ألعاب نارية؟